تنضم إلينا الأستاذة نشوى الحوفي الكاتبة الصحفية. أهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة. ليه حضرتك معترضة أنه عمرو خالد أو أستاذ عمرو خالد يكون من ضمن أعضاء حملة أخلاقنا؟ هو أولا مساء الخير ويا رب تكونوا كلكم طيبين. لكن في زمن العبث الحقيقة التفكير بالمنطق بيبقى صعب شوي، لكن خلينا برضو نفكر ببعض من عقل. هو مين عمرو خالد؟ يعني أنا هسلم عمرو خالد اللي هو أنهي واحد فيهم؟ اللي هو كان مع الإخوان ولا اللي هو كان ضد الإخوان؟ اللي هو بيحجب الفنانات ولا اللي بيحجب البنات؟ اللي بيدي في الحصري والداعية؟ اللي طلع من مصر في 2002 وهو بيصوت؟ أستاذة نشوى حضرتك معانا؟ وبعد كده قال لك لا، رجع في 2005 وقال لك لا أنا ما عملتش ده، ده نظام مبارك، ده ما حدش جه يمي. اللي هو انهي عمرو خالد فيهم؟ عمرو خالد اللي عامل مؤسسه رايت ستيب في لندن، لندن تاني مقر الاخوان الاساسي، مؤسس الاخوان الاساسي. عمرو خالد اللي بيعمل معسكرات لشباب وبنات في قلب لندن، ومعرفش ليه لندن. عمرو خالد اللي اشتغل الحقيقه يعني بزنس مان. عمرو خالد اللي هو عنده يعني بينتج برامجه وياخد اعلاناتها. عمرو خالد اللي لسه على تليفوني لحد دلوقتي من تليفونه رساله اللي هي استمتع بنصايح عمرو خالد برسائل على موبايلك وخلي الدنيا حلوه. انهي عمرو خالد؟ ابو جنيه ونص ولا عمرو خالد بتاع الملايين؟ عمرو خالد بتاع الرساله اللي بجنيه ونص ولا عمرو خالد بتاع فوربس قالت ان هو اغنى دعاه الشرق الاوسط؟ انهي عمرو خالد؟ ما انا عايزه افهم. عمرو خالد اللي قال انا رئيس جمهوريه مصر العربيه على صفحه في الفيسبوك بعد 2011، ولا عمرو خالد اللي كان بيكلم الجزيره وهو داخل التلفزيون في اول مره يستضيفوه فيها بعد 2011 وكانه الحقيقه من الفاتحين ويهلل؟ انهي عمرو خالد؟ عمرو خالد اللي عمل الحزب السياسي، ولا عمرو خالد اللي كان مع الاخوان، ولا عمرو خالد بتاع انتخابات الجامعه، ولا عمرو خالد بتاع ويكيليكس اللي اثبتت ان هو كان في مراسلات بينه وبين المملكه العربيه السعوديه علشان تديله 70 مليون دولار علشان يمحو اميه يعني مش عارفه 1000 واحد من بتوع رساله؟ عمرو خالد 70 مليون دولار، انا ما بتكلمش في 70 مليون جنيه كمان. طب عمرو خالد اللي هو كان بيطلب من الشباب يطلعوا على ليبيا لاسقاطها علشان زي ما سقطت دلوقتي؟ عن انهي عمرو خالد اللي هيعلمني الاخلاق؟ هيعلم الشباب ايه؟ الثبات على المبدا، الدفاع عن الحق، الانتماء للوطن؟ هيعلم الشباب ايه؟ السؤال لازم القائمين على الحمله ديت يقعدوا كده بينهم وبين نفسهم لو عندهم لسه شويه ضمير، لو لسه خايفين على البلد دي. بص يا استاذه انجي، انا ست الحقيقه لا لها في الطور ولا لها في الطحين ولا لها في السياسه، لكن ست ملهاش غير البلد دي زي ناس كتير قوي. اللي بيحصل ده اسمه تغييب مره تانية للعقول واستغلال لادوات ثبت فشلها. فاذا كان في اجهزه امنيه في البلد دي فاكره انها ممكن تعيد عيبه من اول وجديد علشان نتوحل الوحله اللي اتوحلناها تاني، تبقى غلطانه. تبقى غلطانه. أنا عايزة أسأل السيد وزير الشباب، الحقيقة المجاملات ممكن تكون في أي شيء، أعرف الصداقة اللي بينه وبين عمرو خالد بحكم الحقيقة إن هما كانوا يعني في رسالة سوا ولهم أنشطة سوا وصناع الحياة سوا، لكن المجاملة ما بتكونش بالأوطان. يعني وزير الشباب هو يعني أحد أعضاء الحكومة، ألا تعلم الحكومة شيئا عن عمرو خالد؟ هو ده السؤال بقى، هو ده السؤال، هي الحكومة مش عارفة مين عمرو خالد؟ هو الشيخ علي جمعة مش عارف مين عمرو خالد؟ أعلم إن عمرو خالد راح للشيخ علي جمعة واعتذر، الكلام ده كلام كان موجه ليا برسول من الشيخ علي جمعة، وراح له واعتذر واتقال لي كده، هو اعتذر خلاص وقال أنا آسف، سامحوه زي ما سامحته اللي كان في إيديهم دم. فكان ردي أنا ما سامحتش اللي كان في إيديهم دم، وأثبتت الأيام خطأ النظرية الأمنية اللي سمحت وتصالحت مع اللي كان في إيديهم ده. وقف طارق الزمر في قلب ربعة وهو بيقول سنسحقهم، إذا دول ما بيتوبوش. يقول لي ودكتور ناجح إبراهيم، قلت له زي ما هو تختلف الأفكار، لكن يفضل وهو لأن دكتور ناجح إبراهيم هو اللي كتب مقالة حنانيك يا شيخ عبود فما يلقى بالحجر إلى الشجر المثمر. وكأن عبود كان نفس
اذا الناس ديت الحقيقه بالنسبه لي ما بتختلفش افكارها. نعم. ولكن السؤال هو احنا ليه مصرين نرتكب نفس الخطا مره ثانيه؟ طيب وليه الاعلام للاعلام المصري وخاصه الاعلام الخاص، يعني اذا كان عمرو خالد بهذا الشكل الذي تتحدثين عنه وتؤكدينه، ليه الاعلام المصري وخاصه الخاص منه بيحاول الدفع بعمرو خالد عبر شاشاته وعبر صفحاته؟ والله سؤال يسأل فيه أصحاب القنوات وأصحاب الإعلام. أنا ست مش بتاعة مصلحة، أنا ست بتكلم دغري. لو حد بيقول لي يطلع يقول لي إن أنا الكلام اللي أنا قايلاه النهارده في المقالة والكلام اللي بقوله النهارده عن عمرو خالد مش حقيقي وما حصلش، يقول لي مين عمرو خالد اللي هيعمل مبادرة الأخلاق في كل دول؟ طب أنهي واحد فيهم؟ طب أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال للدولة. اتفضلي يا فندم. هل وجود عمرو خالد على شاشات التلفزيون او التلفزيونات الخاصه وعلى صفحات الصحف، هل ممكن يؤثر على استقرار هذا البلد؟ عمرو خالد بالمناسبه يعني واحد من كل اضعف بكتير قوي من ان هو يؤثر على استقرار دوله. احنا كده نبقى بنكبر الظاهره بشكل كبير. طب ايه خطوره وجوده اللي خلت حضرتك يعني تكتبي مقاله بهذه الحماسه وبهذا العنف؟ يعني لاني رافضه تاني اعاده الاخطاء ورافضه اعاده الصوره بكل مساوئها، ومش معقول ارتكب نفس الخطا واتوقع نتيجه مخالفه، لاني شايفه ان الاخوان والتنظيم الدولي ممكن يتصالح مع بعضه من اول وجديد علشان انتاج انتاج شباب مره تانية. يا سيدتي الفاضله، على موقع معهد الواشنطن لدراسات الشرق الادنى كان في مقاله لإيريك تريجر بتقول فيها ازمه الاخوان وهل انتهوا فعلا ولا لا، وقال ان صحيح ان التنظيم الدولي بيعاني من مشكله، وصحيح ان الاخوان المسلمين عندهم مشكله في مصر، لكن في اعاده تجنيد لشباب الاخوان المسلمين بشكل مختلف، وخصوصا ان انتخابات الاخوان المسلمين الاخيره اللي كانت في 2015 اللي فاتت، الانتخابات دي 65% منها شباب. عمرو خالد بيعمل ايه في بيوت الاثرياء مره ثانيه في بالم هيلز؟ عمرو خالد بيعمل ايه تاني في بيوت الاثرياء الحقيقه في الشيخ زايد؟ عمرو خالد ليه غاوي دروس السور والفيلات تاني مره تانيه؟ عمرو خالد بيجند ميدا المره دي. هل ممكن يعني يخدم توجهات معينه من خلال تواجده الاعلامي؟ بص يا سيدتي الفاضله، اللعب بالدين هو اسهل وسيله لتغييب العقول. بس أنا بقى الحقيقة مصرة على دولة مواطنة ودولة قانون. فالدولة إذا عايزة إنها تتلاعب مرة تانية بعقول ولادي مرة تانية لإنتاج وتغييب أشكال مغيبة مرة تانية، فده مرفوض. وهتبقى هي دي الحرب المقبلة ما بيننا وما بين أي حد بيحاول يعمل ده، سواء بقى إعلام خاص، سواء منظمات دولية بتشتري حد، سواء أجهزة مش فاهمة أخطائها، سواء أي حد. إحنا ما عندناش غير البلد دي قاعدين فيها ولابدين فيها لآخر العمر. عمرو خالد ظاهرة زي أي ظاهرة الحقيقة متلونة، في منه كتير، بس أنت ممكن تتعاملي مع الفاسد اللي ما بيتكلمش في الدين المتلون وتبقي كشفاه وعارفة أن هو ده آخره، عبد المال عبد السلطة، خلاص اتعودنا على الأشكال دي. لكن اللي بيتكلم في الدين وجاي يعلمني الاخلاق بتلونه، لا، هنا بقى فول ستوب. الدين ما ينفعش يفضل افيون الشعوب وخصوصا المصريين بعد اللي حصل. طب استاذه نشوى، يعني من قبل ما ادخل الهواء بدقائق زمايلي قالوا لي انه في انباء بتتردد عن انسحاب عمرو خالد من هذه الحمله. والله الحقيقة يعني لا تعنيني انسحاب عمرو خالد ولا يعنيني هو انسحب فعلا، لا يعنيني انسحاب او دخول عمرو خالد. انا يعنيني المغيبين اللي دخلوا عمرو خالد لانهم هيدوروا على عمرو خالد تاني. هو ده السؤال يا استاذة انجي. ليه احنا مصرين نرتكب الاخطاء رغم ان الصورة واضحة؟ المشكلة مش في عمرو خالد مرة تانية وبقولها، المشكلة في اللي دخل عمرو خالد. حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، ان المجاملة لا يمكن ان تكون على حساب الاوطان. هو ده. وبعدين السؤال الاهم يا استاذة انجي، مين غير عمرو خالد تاني هيدخل وما نكونش عارفينه؟ مين هيتلاعب تاني؟
انا اسمع مثلا عن فاضل جسور، فاضل سليمان بتاع مؤسسه جسور وصاحب عمرو خالد، وواحد من المنظمين قوي اللي هو عامل مؤسسه جسور، اخواني اخواني، علشان بس بقى ايه خلينا نخلص. مين تاني هيجيبوه؟ وهي الاخلاق بتتعمل بمبادرات يا عالم، يعني بنرجع الشعوب بتتعلم الاخلاق بمبادرات، الشعوب بتتعلم الاخلاق وبتكتسبها بمؤسسات الدوله، بالتعليم، بالفنون، بالثقافه، بالاوقاف، بالاعلام. اي اخلاق اللي كان الاعلام بيروج له عن طريق عمرو خالد وهو طول النهار بيقعد بيشرشح لبعضه، اي اخلاق بيروج لها الاعلام وهو طول النهار ملوش كلام غير عن اللي بيعمله اشخاص يعني ادمنوا الاسفاف في الفاظهم، اي اخلاق كان بيتبناها الاعلام وهو شايف ان البلد بتتدحضر حالها بهذا الشكل بشخصيات قميئه، اي اخلاق. الاخلاق الحقيقه بتكرس بالتربيه والتعليم والفنون والثقافه والاعلام، لكن مش بمبادرات يطلع فيها الناس شو. والحقيقه حزني على اللي شاركوه وقبلوا ان هم يطلعوا معاه في المشهد النهارده، يعني اللي قبلوا يطلعوا في المشهد النهارده مع عمرو خالد الصبح في اعلان المبادره، يا عيني عليهم، لهم نفس يبصوا لنفسهم في المرايه؟ مصدقين اللي هم كانوا فيه؟ لحد امتى الشو الاعلامي هو اللي هيبقى بيحكمنا وهو اللي بيسوقنا؟ هي دي الخوف. انا عايزه الناس تصحى، عندنا وطن لازم ينهض بالعقل والتعليم بالاخلاق الحقيقيه وتكرسها في اسره وبيت، مش بعمر خالد وامثاله. وما خفي كان اعظم، وما خفي كان اعظم، يعني كلام حضرتك بيخوف. ربنا يستر يا استاذه انجي، ربنا يستر. بص يا حبيبتي، انا عايزه اقول لك ان انا مؤمنه تمام الايمان، تمام الايمان، انه لا يغير الله يعني ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. علشان نتغير لازم نغير نفسنا الاول، ده نمره واحد. نمره اتنين، التغيير ما بيحصلش في يوم وليله، لكن ليه مصرين على اعاده انتاج نفس الوشوش ونفس الاخطاء؟ ليه؟ ليه؟ ليه مصرين على ان احنا نغامر ونقامر بمستقبل وطن؟ ليه؟ ليه مصرين على عدم احتواء الشباب ونخليهم يكفروا بينا؟ ليه؟ المبادرات ما فيهاش احتواء للشباب، الشباب لازم يشوف العدالة بعينيه، والعدالة تعني تطبيق القانون على الكبير والصغير. العدالة تعني ان الشباب ده يحس بالامان في وطنه. العدالة تعني ان هذا الشباب يجد من يوجهه. احنا ما عندناش لحد دلوقتي ده. عايزين نعيد اخلاق لشباب واحنا مش قدوة ليه. ازاي؟ ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك انه بالتأكيد اسئلة حضرتك أسئلة مشروعة، بالتأكيد أسئلة حضرتك أسئلة تستحق التوقف. أنا يعني سكت خالص علشان أسمع كل تساؤلات حضرتك، لأن هذه هي التساؤلات التي ستكون ربما عنوان ومحور لحلقة الغد من مساء القاهرة. حضرتك فتحتي موضوع مهم، حضرتك طرحتي أسئلة تستحق بالفعل أن نبحثها وأن ندرسها وأن نعرف يعني ماذا وراء هذا المشهد. عاوزين نعرف احنا يعني ما بندينش ولا واحنا يعني كبرنامج مساء القاهره احنا مش معه ولا ضد، احنا بصراحه عندنا تساؤلات احنا كمان، وتساؤلات حضرتك بالتاكيد مشروعه يعني مع منطقي هي مشروعه بشده. خلينا بكره نناقش هذه التساؤلات بالتفصيل في حلقة أشكري. الغد من مساء القاهرة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة نشوى الحوفي.